بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا. إن شاء الله تكونوا جميعكم بصحة وخير وسلامة وسعادة. رجعنا اليوم بشرح اللاب رقم 4 من مادة الباثولوجي في موديول الجي اي تي. اللاب 21 سلايد، عدة صور، بيعتمد على النظري طبعا. فإن شاء الله إذا ركزتوا بالنظري زي ما أنا كنت أشرح على يعني بالمحاضرات السابقة، إن شاء الله يكون اللاب هذا سهل، ما هو إلا مجرد مراجعة بسيطة لبعض المعلومات في النظري، وإن شاء الله يعني يكون الأمور في العملي أفضل بإذن الله. ركزوا في الصور، في بعض محتويات الصور، ركزوا أهم إشي على بعض النقاط من المادة النظرية، لأنه زي ما شفنا في موديول MSS الباثولوجي كان اللاب تبعه عبارة شوي زنخ، عبارة عن يعني شوية مقتطفات من النظري ويحكي لك إياها بالعملي ويسألك عليها. فإن شاء الله يكون الوضع أجمل وأحسن وأفضل بإذن الله، ونقدر نحصل علامات اللاب اللي هي سهلة بإذن الله بشكل أفضل. نقول يا رب وبسم الله. فنقول بسم الله. اول صوره احنا بتجينا عن الليفر سيروسز. الليفر سيروسز زي ما احنا عارفين انه انا عندي ايش كوندنسيشن او فوكال فايبروس تيشو، انا احنا بنشوفها بالليفر، فترانسفورميشن اوف ليفر بارينشيما لفايبروس ريجينيريتيف نوديولز. انا بحل محل الهيباتوسايتس فايبروس تيشو، فبتحاول محاوله الجسم انه يرجع الامور طبيعيه، ولكن هو ما هو الا بزيد الامور سوءا. فهي صوره عن ليفر سيروسز مباشره، انت بس تشوف انا عندي زي هيك فايبروس تيشو، فمباشره تكون يعني الامور سلسه وابسط. الان انا عندي اندر هيستولوجيكال سكشن، انا بشوف انا عندي الخطوط هاي هي عباره عن فايبروس سبتا، انا بشوف الستين يوزد على انا اشوف علشان هاي الخطوط زي ما تقول زرقاء ازرق سماوي، انا بشوف ستين يوزد ام تي ستين تو هايلايت ذا فايبروس سبتا. يعني هاي الصوره احنا بنشوفها مباشره، يعني انت بس تشوف خطوط زرقاء انتم مباشره اخبطوا، يعني خليه يجي على بالكم انه ليفر سيروسس، وهاي الستين احنا بنستعملها هي ام تي ستين، تمام. اما الفيتشرز اوف ليفر فيلر، الفيتشرز للليفر فيلر او باختصار برضه ليفر سيروسس هي عباره عن جاندس اللي هو مباشره يلوينج اوف ذا اي، او بروزنج بروريتس احنا بنشوفها على الجسم فوكال يعني حوالي دائريه، او بيكون ديب فينوس ثرومبوسيس، تمام. ممكن برضو الاعراض الثانيه هم 5، حكينا عن 3، الرابعه هي عباره عن هايبريميا بسبب انه انا يكون عندي هايبر استروجينيميا، عندي هرمون الانثوي الاستروجين بيكون برضو موجود عند الجسد عند الرجل برضو والفيميل برضو اليفيتد، فبيعطيني انا هايبريميا زي ما احنا شايفين في البالمز تبعت السكن. برضو انا عندي سبايدر انجيوماس برضو من الهايبر استروجينيميا، زي انه انا عندي تفرعات للبلد فيسلز تبعت السكن زي ما احنا شايفين موجودات هون، هاي منطقه الصدر زي ما تقول انه تحت الرقبه مباشره تفرعات على شكل سبايدر. برضو انا عندي هون سكن زانثوماس، السكن زانثوماس هي عرض للكوليستيسس بنشوفها احنا بالنسبه للجول بلادر ساين اوف كوليستيسس السكن زانثوماس، احنا شايفين انا عندي زي انه رف بوردر للسكن بالنسبه للسكن زانثوماس، تمام. الان انا عندي هنا برضو للكوليستيسس زي ما احنا بنشوف مباشره، انت بتشوف يلو بيجمنتيشن مباشره يا اخوان، انتوا اول ما تشوفوا يلوينج سواء بالسكن سواء بالاي بول سواء مثلا بالهيستولوجيكال سكشن اربطوها مباشره انه انا عندي مشكله بالجول بلادر، اذا عندي مشكله بالكولي، تمام. برضو بنشوف احنا وايت سيلز زي ما انتم شايفين هنا، وايت سيلز هي عباره عن فيذري سيلز بنسميهم، يعني الهيباتوسايتس والترانسفورم into a whitish appearance على الهيستولوجيكال سكشن، فبنسميهم هاي فيذري سيلز. فممكن تسألكم دكتورة تقول وايت سيلز، ممكن تجيب لكم اياها فيذري سيلز، فانتبهوا، تمام. ويلو بيجمنتيشن، طيب. برايمري بايلري كولنجايتس هاي بنشوفها احنا، بنشوف احنا هنا مباشره جرانيولومات جرانيولوماتوس، انا عندي انفلتريشن او انفيجن للانفلاماتوري سيلز زي ما احنا شايفين انا في المنطقه هاي، فمباشره انت لما تشوف انفيجن للانفلاماتوري سيلز انا عندي هنا هيباتوسايتس، فانت مباشره برايمري بايلري كولنجايتس، تمام. وبالنسبه للبرايمري سكليروزنج كولنجايتس انا مباشره انت طلع يعني هون انت بتشوف ارتري انا عندي هون بورتال، فانا بكون انا عندي ديستركشن للدكتس اور بورتال تراكت باي دنس فايبروس تيشيو، تمام. انا بكون عندي ديستركشن لهم، انا بس بشوف قاعد ما يتبقى من الارتري، تمام. يعني وهي احنا زي ما احنا شايفين انا هنا عندي ايش دنس انفلاماتوري سيلز. طيب بالنسبة الآن للأكيوت هيباتيتس، بالنسبة للأكيوت هيباتيتس أنت مباشرة يعني تقدر تفرقها من بين كل السلايدات الثانية، ليش؟ لأنه أنا عندي مونونوكليوس انفلتريتس، أنا عندي أريا أوف أبوبتوسيس، طبعا
هنا زي ما احنا شايفين انفلاماتوري سيلز جدا عاليه. فانا عندي هنا ابوبتوسس، عندي الماكروفيج اجريجيشن، يعني انا عندي هنا ماكروفيج اجريجيشن تمام. الاكيوت هيباتايتس انت مباشره يعني لما تشوف مناطق بيضاء، لما تشوف انا عندي الهيباتوسايتس عباره عن انه في شغلات هيك عملت لها انفيجن، وانه اللون بزياده قاعد بصير زهري، او هنا يعني برضو نفس الاشي، فانت مباشر اربط انا عندي انفلاميشن. ليش؟ لانه انا عندي يعني المناطق هاي السوداء شوي زياده، فانا مباشر انت بتقول انفلاماتوري سيلز. طب انفلاماتوري سيلز انا شايف انا عندي وايتش ابيرنس، طب انا شايف انه انا عندي الخلايا هاي مالتي نيوكليتد فمونو نيوكليس انفلتريتس، مش عفوا مالتي نيوكليتد انفلتريتس هنا تمام. وعندي ماكروفيج اجريجيشن. فانت لما يعني تصير تقول انا عندي كثير قاعد بزياده، مباشر اربطها انها اكيوت هيباتايتس، وهي الصوره نفس الشيء لا تختلف عنها تماما. اما بالنسبه عندي الكرونيك هيباتايتس، الكرونيك هيباتايتس انت بتشوف ما بتشوف خط ماشي زي الاكيوت انه منطقه محدده فوق، لا الكرونيك راح يصيب الليفر كامل او زي ما تقول منطقه كامله. فانا بكون انا عندي بريدجينج فايبروسيس اند نيكروسيس، ما احنا شايفين هاي الخطوط البيضاء هي عباره عن بريدجز للفايبروسيس والنيكروسيس بتفصلهم، وانا عندي بكون كرونيك مونونوكليير سيلف انفلتريت، انا هنا كرونيك مونونوكليير سيل انفلتريت تمام. برضو بالهيباتايتس انا عندي يعني في شغلات بتميز فيها عن الثانيين، يعني مثلا زي الهيباتايتس سي انا بشوف بالنسبه للفيرال انا بشوف البورتال تراكت اكسبانشن ودنس ليمفويد انفلتريت، انا بشوف ليمفوسايتس كثيره وين عند البورتال تراكت. فمباشره لما انت تشوف زي هيك انت بتقول هذا كرونيك، وانا يعني انا شايف انه يعني كون الصوره نفسها راح تيجي انا بشوف هنا انا منطقه البورتال، فانه مباشره انا هاي بدي اربطها انه هاي ايش هيباتايتس سي. في حال حدد لك، في حال ما حدد لك انت مباشره شو بتقول؟ احنا حكينا عن المنطقه لما تكون كبيره فيها الليمفوسايتس، شو حكينا؟ حكينا كرونيك هيباتايتس. نعم. اما بالنسبه هون انا عندي بالمنطقه هاي الصوره ما في زيها نهائيا، فبتقدر مباشره اول ما تشوفها انك تميزها. هاي انا عندي بالنسبه جراوند جلاس هيباتوسايتس بالهيباتايتس بي تمام. الفيرال هيباتايتس بي بيكون كوزد باي سيرفيس انتيجين، هذا المنظر بيكون انا عندي سيرفيس انتيجين بسبب لي المناظر هاي، فهي جراوند جلاس هيباتوسايتس زي ما تقول، يعني بشكل جلاسي ابييرنس، يعني فيري سموث خلينا نحكي تمام، بتكون ايش فيري سموث. طيب الصورة هاي شفناها بآخر المحاضرة، بالمحاضرة الخامسة أو السادسة بصراحة. مباشرة أنت لما تشوف هاي أنا عندي alcoholic liver disease، الصورة هاي أنا عندي alcoholic liver disease. بالنسبة alcoholic liver disease أنا راح يكون أنا عندي steatosis، أنا عندي يعني زي ما شايفين أنا عندي كثير خلايا بيضاء، هاي مش الفيذري، لا lipid، هاي fat تمام. فانا بكون عندي accumulation of fat او intracellular lipid تمام. برضو زي ما احنا شايفين انه انا اللون الابيض قاعد هنا بطغى على اللون الزهري على اللون الهيباتوسايتس، will lose its pink cytoplasm يعني will lose its glycogen تمام، هي راح تخسر الجلايكوجين تبعها، فبالتالي بتعطيني المنظر هذا الابيض تمام. انا عندي هنا الصورتين هذولا هم عباره عن هيباتايتس برضو تمام. عندي انا هون اللون الابيض، عندي فيذري ديجنريشن، انا عندي هنا داخل الخلايا البيضاء لما انا اشوف زي انه نقطه حمراء زي هيك، هاي مالوريك باديز بنميزها بالهيباتايتس. طب انت مباشره بتصير تقول لي طب مهند يعني انا كيف اميز بين هاي الصوره وهاي الصوره؟ بقول لك سيدي العزيز انتبه للاتي، انا عندي الصوره هاي مليئه بالبيضاء، انا عندي هاي الصوره فيها مش نقط بيضاء متواصلة مع بعض، أنا شايف إنه والله بوردرز، أنا شايف هنا دائرة، شايف دائرة، شايف إنه هاي متصلة مع هاي، فيها، بس أنا هاي شايف دائرة، برضو شايف دائرة، يعني أنا شايف هذول يعني هيباتوسايتس أعطوني whiteish appearance، هذول فيذري صار لهم degeneration للهيباتوسايتس، يعني صار لهم degeneration وأعطوني بنسميهم فيذري. ليش؟ لأنهم لونهم أبيض يعني زي لون الجناح أو لون الريش تبع الحمام الأبيض، عرفنا؟ فأنت هيك بتميز منها. أما هنا أنا بطلع بشوف إنه أنا عندي كمية البياض ماحية الزهري، طب هنا لا أنا شايف في مناطق زهرية أو هنا بالأحرى نهدية، أنا شايف المناطق هاي الملونة خلينا نحكي، أما هنا أنا مش شايفها، يا دوب طلع يعني الأبيض بغطي قاعد على الباقي، ومباشرة بس تشوف لون الزهري زي هيك، وبس تشوف أنت في النص
عندك الدائرة الحمراء هاي، فأنت بتقول هاي مالوريك بوديز. تمام، أنا عندي هون ليس لاست ستيج لألكوهوليك، وبرضو الفيرال هيباتيتس للجوز. أنا عندي هون، أنا هون بصير أنا عندي إيش؟ سيروسس. دائما اللاست ستيج شو بتكون؟ أنا عندي تشمع بالكبد اللي هو سيروسس. تمام، أنا بشوف أنا عندي المناطق هاي عبارة عن نوديولز. طيب بالنسبة الآن ندخل المحاضرة التاسعة، صور المحاضرة التاسعة والأخيرة. طيب الان بنبلش احنا فوق النوديولار هايبر بليجيا، الدكتور اللي رمزت عنها بالاف ان اتش. انا بشوف انا عندي سنترال سكار، بشوف ويل ديفايند نوديولز اور نون سيروتيك ليفر. طبعا انا بشوفها انها ويل ديماركيتد لانها ما طلعت برا التشيو، ولكنها يعني كيف اقول لكم مش فوكال، لا هي متوزعه. تمام، يعني بورلي التوزيع تبعها. تمام، لانها زي ما احنا شايفين انه انا هون قاعد بتطلع معي يمين وشمال وفوق وتحت، فبنسميها هاي سنترال سكار. ركزوا لي انه الاف ان اتش عندها سنترال سكار، بينما الان في شغله ثانيه ما فيها سنترال سكار، فبدك تميز. تمام، اما بالنسبه للفوكال نوتيولار هايبر بليجيا برضو انا بالنسبه للهيستولوجيكال سكشن انا بشوف انا عندي اب نورمال بلاد فيزلز. تمام، والباقي اب نورمال بلاد فيزلز. تمام، طيب اما بالنسبه للهيباتيك كارفينوس هيمانجيوماس انا بشوف انا عندي اربع شغلات، خلينا نحكي مش ثلاثه، خلينا اربع احكي. انا بشوف انا عندي هون ريد، انا بشوف انا عندي هوني كومب زي خليه النحل هون بالضبط، انا بشوف انا عندي هون سبونجي ابييرنس. سبونجي ابييرنس لون ابيض مرتبط بالشغله الرقم اربعه اللي هي بالفاسكولار سبيسز. الفاسكولار سبيسز اللي انا بشوفها هون على الهيستولوجيكال سكشن طبعا هم فاريبلي سايزد، يعني عندي فاريبل سايزز انا عندي هنا، وبرضو انا بشوف يعني كيف اقول لكم، يعني انا هذول كلهم ايش؟ هذول كلهم زي ما احنا نحكي انه فاسكولار سبيسز. تمام، احجامهم تختلف، يعني اللون الابيض هذا هون هو نفس اللون الابيض اللي هون السبونجي ابييرنس. تمام، واللون يعني هذا الزهري هو بيكون الهوني كومب ابييرنس، اما المحيط الخلافي الخارجي فهو ريد. يعني هي عبارة عن ستيك زي ما تحكي مباشرة، أول ما تشوف ستيك احكي هيباتيك كارفينوس هيمانجيوماس، وين هاي بتصيب؟ زي ما حكينا بمحاضرة النظري انه انا هاي بتصيب بالبط فيزلز، فمباشرة يعني انت اربط ببالك انه هاي بالفاسكولار سبيسز. طيب انا هون عندي بالهيباتيك ادينوما، الهيباتيك ادينوما بتصير على باك جراوند نون سيروتيك ليفر، حكينا عنها انها بتصير على الباك جراوند تبع انه هيلثي ليفر، انها ما بتصير مرحلة السيروسس. تمام، انا ما عندي سنترال سكار زي ما احنا شايفين هنا، هل وجود في عندي وجود للسنترال سكار زي هنا؟ انا هنا عندي سنترال سكار بالفوكال نوديولار هايبربليجيا، بس هنا انا شايف انا عندي سنترال سكار؟ لا، فانا مباشره بدي احكي هذا هيباتيك ادينوما. هذا ايش؟ هيباتيك ادينوما. بالنسبه للهيستولوجيكال سكشن الهيباتيك ادينوما بيكون كراودد هيباتوسايتس، زي ما انتم شايفين طلع كراودد، كثار مناطق معينه زي هنا مثلا اليو شيبت كراودد، يعني كثار يعني مواضعهم مناطقهم. تمام، برضو انا هنا مباشره بقول هذا بلاد فيزل هذا ارتري، فهذا انا عندي هنا البورتال تراكت بيكون انا عندي اونلي بلاد فيزلز، مباشرة انت بس تشوف بلاد فيزلز كراودد هيباتوسايتس انت بدك تحكي انه هذا ايش؟ هيباتيك ادينوما. عكس لما نحكي، انا رجعت بالسلايدات، عكس لما نحكي عن البرايمري سكليروزنج كولنجايتس، انا صحيح انا عندي هنا بورتال وانا شايف بس وان ارتري، بس اطلع انا هل هنا عندي ديماركيتد بوردرز وعندي هنا اكيوميليشن للهيباتوسايتس زي الصوره هاي؟ زي الصورة هاي؟ لا، أنا هون شايف حرف يو هون أو حرف اس زي هيك مرتبط كامل، أنا عندي كراودد كراودنج للهيباتوسايتس. تمام، أنا عندي كراودنج للهيباتوسايتس، ولكن أنا هون أنا شايف لينفوسايتس، شايف انفلاماتوري سيلز، صح ولا لا؟ كونه أنا عندي انفلاميشن كولنجايتس. تمام، فضروري تفرقوا بين الجوز، وهي أنا إن شاء الله بساعدكم يعني بإذن الله. طيب أنا عندي بالنسبة للسيروسس او لا عفوا بالنسبه للهيباتيك ادينوما انا بشوف على شكلين، او لا هاي عفوا هاي انا بشوف بالاتش سي سي، الاتش سي سي انا بشوف فيها شغلتين، لارج سيل تشينجز او سمول سيل تشينجز. تمام، يعني باللارج سيل تشينجز انا شو بشوف؟ بقول لك انا بشوف سيلولار ديسبلاجيا ان كيس اوف كرونيك ليفر ديزيز. ديسبلاجيا انه يعني نفس الكارسينوما بس انه كارسينوما ان سايتو زي ما تحكي. تمام، فهاي بتعمل البروجريس انتو اتش سي سي. تمام، انا بشوف انه النيوكلير وسايتوبلازميك ريشيو لارج، حجمهم السايز تبعهم لارج. تمام، فبالتالي اذا الجوز بيكبروا بيعطوني بريزيرفد ان سي ريشيو، لانه الجوز كبروا ما في حدا كبر فوق الثاني.
تمام، راح يعمل لي هايبر كروماسيا. زي ما احنا شايفين انا عندي هنا هايبر كروماسيا، ليتس سي هايبر كروماسيا، وبنشوف برضو نيوكليير بليومورفيزم. اما عن السمول سيل تشينجز، انا بشوف يعني بلاحظ انه انا عندي انكريز بالانسي ريشيو، يعني النيوكليوس كثرت على حساب السيتوبلازم. تمام، يعني كيف يعني تتذكر سمول سيل تشينجز؟ حرفيا تخيلوا انه انا عندي حيطه دهنتها، وهاي الحيطه صار فيها شويه هيك من الرطوبه، صار فيها بقع البيضاء، هاي الفايبروسيس. تمام، حرفيا يعني انت مش شايف لاسلز، ولا شايف انفلتريشن، ولا شايف انفيجن، ولا شيء، انت شايف بس سلايد زهري في كم نقطه بيضاء. تمام، ولكن انه لو سالت انت بدك تحكي انه هون انا عندي انكريز بالانسي ريشيو، النيوكليوس كثرت على حساب السيتوبلازم، عندي هايبر كروماسيا وعندي نيوكليير بليومورفيزم. الجوز طبعا عندهم هايبر كروماسيا ونيوكليير بليومورفيزم، بس بدك تنتبه يعني هاي هي الصوره الوحيده اللي هي بالشكل هاي، فاظن انه سهل انه تحفظها. فهي هاي سمول سيل تشينجز بالنسبه للاتش سي سي. برضه بالاتش سي سي انا شو بشوف برضه بالاتش سي سي، ممكن يكون ويل ديفرنشيتد وبورلي ديفرنشيتد. ويل ديفرنشيتد زي ما تقولوا انه انا شايف بوردرز، شايف الهيباتوسايتس، يعني قريب جدا من الوضع الطبيعي. تمام، قريب جدا بالنسبه للوضع الطبيعي. انا شايف هنا انا عندي ترابيكيولي، تمام، ترابيكيولي مقسمه الايش الهيباتوسايتس كشوارع. اما بالبورلي ديفرنشيتد، لو بنلاحظ انا عندي فيذري ديجنريشن، انا عندي كثير، انا مش شايف البوردرز، يا دوب شايف البوردرز تبعت الهيباتوسايتس، فانه هاي بورلي ديفرنشيتد كثير بعيد عن المنظر هذا، صح ولا لا؟ بالنسبه للجروس ابييرنس، انا بشوف انا عندي ممكن يكون يونيفوكال او ممكن تكون ملتي فوكال او بتكون ديفيوز. ملتي فوكال زي ما احنا شايفين انا عندي هون وهون وهون، او بتكون ديفيوز زي ما انها بدها تطلع لبرا، وان لارج فوكال وطالع على بدها تطلع لبرا، فبتكون ديفيوز. تمام، يعني هاي الصوره مالتي فوكال ديفيوز، هاي الصوره يونيفوكال زي ما احنا شايفين واحده كبيره. هاي بالنسبه للهيباتوسيلولار كارسينوما الاتش سي سي. الان بدنا نبلش بالكولانجيو كارسينوما. بالنسبه للكولانجيو كارسينوما انا بكون انا عندي ارايزنج تومور فروم ذا وول اوف ذا بايل داكت، من الاسم كولانجيو كارسينوما تومور انجيو داكت كول جول بلادر، فانا بكون arising tumor من الوول اوف ذا بايل داكت. تمام، اما بالنسبه عن الهيستولوجيكال سيكشن بنسميها احنا ادينو كارسينوما الكولانجيو ساركوما. ليش؟ لانه انا عندي ميوسين برودوسينج جلاندز، زي ما احنا شايفين انا عندي هنا، طلع هنا انا عندي ميوسين برودوسينج جلاندز، فانت مباشره بتصير تقولها ادينو كارسينوما او كولانجيو كارسينوما. تمام، اما بالنسبه للبانكرياتايتس، خلصنا الان الجول بلادر. اما بالنسبه عندي انا بالنسبه للبانكرياتايتس بتنقسم لاكيوت وكرونيك. الاكيوت انا بشوف انا عندي اكسجويت بالمنطقه هاي، بشوف انفلاماتوري سيل انفلتريت هنا. تمام، انا بشوف انا عندي هنا نكروسيس انت بتشوفه من البياض المتقطع. تمام، ولما تشوف بياض كامل هذا بيكون اكسجويت زي خراج. تمام، البياض الكامل خراج، بياض متقطع نكروسيس. تمام، ولما تشوف انا عندي يعني دنس انفلاماتوري سيل انفلتريت زي بتشوف انه زي نقط هيك ما في شيء حواليها، فهي بتمثل كيف اقول لكم المرحله الانتقاليه بين النكروسيس والاكزيجويت، بكون عندهم ايش انفلاماتوري سيل انفلتريت. اما بالنسبه للكرونيك، بالكرونيك انا بشوف انا عندي ديكريز اور دروب اوت اوف اسيني الاسيني جلانس او الاسيني سيلز خلينا نحكي، بيكوز اوف كرونيك انفلاميشن، بكون انا شبه اختفت، انا عندي بكون انا عندي سيستيك ابييرنس، بكون انا عندي سيستيك دايليتيشن اوف بايل داكت. تمام، بكون انا عندي ايش سيست ابييرنس زي انه هولز انا عندي بالسكشن. تمام، وهذا بيمثل انا عندي ليش البايل داكت. وبرضه الاسيني از ريبليس باي ايش باي فايبروس تيشو باي فايبروسيس، يعني انه صار انا عندي ايش فايبروسيس. طيب بالنسبه انا عندي السيستيك نيوبلازم للبانكرياس بنقسم لنوعين، بنقسم للسيروس سيست ادينوماس، بنقسم للميوسين سيست نيوبلازم. تمام، برضو ادينوماس هنا انا عندي، ليش؟ لانه جوز سيلز برودوسينج، يعني انا هنا انا عندي زي ما تقول انا عندي طبعا هنا ستروبري ابييرنس، ليش؟ لانها بتشبه زي الفراوله ولونها زي الفراوله، عرفنا؟ فمباشرة أنت أول ما تشوف عندي فراولة، الفراولة فيها مي تبعتها زاكية، فإنها هي السيروس سيست أدينوما. تمام؟ حاول تربطها زي هيك. أنا عندي هنا سيستيك سبيسز، شو بحيطها؟ أو لايند باي سيروس سيلز، هاي السيروس سيلز شو بتحتوي؟ على جلايكوجين، ريتش إن جلايكوجين. تمام؟ أما بالنسبة عندي للميوسين سيست نيوبلازم، فأنا عندي أوفري لايك
بيكون انا عندي هون المنطقه هاي اللي تحت زي هيك، انا بكون انا عندي سيلولار ستروما بتكون اوفري لايك، يا ريت لو تكتبوها مش بالتبييض، بتكون انا يعني نفس الموجود في الاوفريز الستروما هاي، تمام. بتكون عندي انا السيست هون اكبر زي ما احنا شايفين، طلع هاي صغير طلع هاي مكبرها، السيست بتكون انا بين عندي بالميوسل اكبر. انا عندي هون كولمنر سيلز، الكولمنر سيلز والايش والديفيوز او والسيكريت ميوسن، علشان هيك بنسميها ميوسن سيست نيوبلازم. اما هون سيرو سيست ادينومس حكينا سيستك سبيسز محيطه فيها سيرو سيلز، علشان هيك بنسميها سيرو سيست، بايش كونتين جلايكوجين، ريتش ان جلايكوجين. اما بالنسبه لاخر سلايد فهي عندي بانكرياتيك كارسينوما. البانكرياتيك كارسينوما نوت ديفايند، ليش؟ لانه انا ما عندي ويل ديماركيتد بوردرز، جراي وايت ابييرنس، تمام، وبرضه بورلي ديفرينشيتد، ليش؟ لانه كارسينوما. هو السلايد الوحيد اللي انت بتشوف فيه عباره عن يعني خطوط زي هيك ملتحمه مع بعضها، تمام، بالنسبه للايش للبانكرياس. فانا بنسميه ايش؟ بورلي ديفرينشيتد، ما بيشبه نهائيا النورمال هيستولوجيكال سيكشن للبانكرياس، فيعني زي ما تقول انه سيفير ديسبلاجيا بورلي ديفرينشيتد. هيك بكون خلص اللاب الرابع، الله يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله إن شاء الله إنه يعني وضحت جميع الصور، حاولت إني قد ما أقدر إنه أميز لكم إياها، ولكن يعني أنتوا عارفين إنه هاي الشغلة حفظ، بدك تحفظ الصورة، فالله يقوي ذاكرتنا البصرية يا رب. الله يعطيكم ألف عافية. وهيك بنكون خلصنا مادة الباثولوجي، الجزء النظري والجزء العملي. الله يعطيكم ألف عافية، دمتم سالمين، ولا تنسونا من صالح دعائكم. نراكم بإذن الله بعد ما استوينا وبعد ما رهقنا في موديول وعطلة 8 أيام، thank God يعني نحمد الله عليها. نراكم بإذن الله في موديول الإندو، ودمتم سالمين، والسلام علينا وعليكم.